4700 شخص يتم التلقيح يوميا بولاية قسنطينة منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 في 4 سبتمبر الجاري، حيث تم تلقيح ما يقارب 19000 شخص خلال 4 أيام فقط. العملية راهي متواصلة يعني على مستوى كل المراكز، اللقاح موجود، واليوم إن شاء الله عندنا يعني النوتر كوتا اللي راح نستلموه يعني الخاص بولاية قسنطينة، يعني فيها معدل تاع 4700 يعني ملقح يوميا. نتمنى إن شاء الله أن المواطنين يعني يتنقلوا بقوة. حملة سخر لها كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، وشارك فيها عدد من الفاعلين في مختلف المجالات بغية استهداف أكبر عدد من المواطنين. العائلة الرياضية بدأت تساهم في التلقيح هذا ابتداء من 24 أوت، وين أعطينا تعليمة لكل الرابطات الولائية على مستوى قسنطينة باش يحثوا الجمعيات الرياضية بقيام عملية تلقيح، وهذا تحضيرا لبداية النشاط الرياضي للموسم 2021-2022. وزارة الصحة قررت من جهتها تمديد عمر الحملة الوطنية الكبرى للتلقيح ضد فيروس كورونا لأسبوع آخر، بعدما كان من المفترض أن تنتهي يوم السبت، فالهدف المسطر تلقيح 70% من الجزائريين عند نهاية السنة الجارية.